مع ضيفتي أسماء زريول غنتكلموا على الأوميغا 3. بقوا معنا. تغذية، حمية، إرشادات ونصائح طبية وقائية. صباح الخير أسماء. صباح النور جميع. أهلا وسهلا أسماء زريول معنا مباشرة من الرباط، دكتورة وباحثة في مجال التغذية. دائما تنكون سعيدة باستضافتك أسماء، خاصة وحنا خلال هذا الأسبوع هذا غادي نتكلموا على بعض المواضيع اللي ربما سطحيين كتبان عادية، ولكن حنا بطبيعة الحال من خلالك ومن خلال نصائحك غادي نتعرفوا على بعض النقاط اللي ما تنعرفوهاش على بعض الفيتامينات. فاليوم اختارينا نبدأ أسبوعنا مع الأوميغا 3 أسماء. نعم، الأوميغا 3 اللي مهم جدا، اللي هو يعني النقص ديالو تؤدي لبزاف ديال الأعراض، واللي دائما ما كنربطوهاش بهذا النقص. تماما. يعني الأوميغا 3 تنسمعوا الأوميغا 3، ولكن ربما غادي طبيعة الحال قبل ما نمشيو للتفاصيل أو لا نعرفوا علاش إلا نقصنا الأوميغا 3 الجسم ديالنا كيتضرر، نعرفوا بعدا غير شنو هو الأوميغا 3 بالنسبة للناس اللي ما تيعرفوش أسماء. نعم، الأوميغا 3 هو واحد يعني لبغينا نقولوا واحد المادة كنلقاوها في الدهون، واللي كنحتاجوها بواحد الشكل كبير. كنلقاوها في الدهون، هي عنصر غذائي مهم جدا، واللي يعني كيتعتبر مضاد للالتهابات. نعم. فهذه المادة وهي مادة طبيعية كنلقاوها يعني في مجموعة من الأغذية. نعم. فهاد الحمض واللي هو طبيعة الحال هو حمض دهني. نعم، حمض دهني. كنلقاوها في الأغذية، واللي هو مفيد جدا للجسم ديالنا، و يعني كنحتاجو شي حاجة اللي ضرورية تكون عندنا في الغذاء اليومي. نعم، حمض دهني تنحتاجوه ودائما، وخاصة يعني في السنوات الأخيرة ولينا كنسمعوا بزاف على الأوميغا 3، خاصنا نتناولوا الأوميغا 3. ربما النقص ديال هاد الأوميغا 3 على الجسم ديالنا أسماء أكيد كيتسبب لنا في واحد الضرر، وكيف ما قلنا يعني ما تنربطوش أي هاد الأشياء بالنقص ديال هاد الحمض. نعم، ما كنربطوهاش كيجينا مثلا مجموعه من الاعراض الانسان ما تيربطهاش بها، مثلا غير جفاف الجلد. نعم. الناس كيعانيو مثلا من جفاف البشره. نعم، فكي ما كيربطوش، ما تيقولوش راه واقيلا عندي نقص في الاوميغا 3. كيبداو غير كيديروا الترطيب فقط، في حين ان ربما الا غيروا في نظامهم الغذائي واحد شويه غادي تكون النتيجه احسن. نعم، جفاف البشره وخاصه خلال هذا الموسم هذا، يعني خلال الشتاء اسماء ربما كنتعرضوا بزاف لهذا الجفاف ديال البشره، وحتى كذلك مشاكل الشعر اللي ما كنربطوهاش بالاوميغا 3. يعني مشاكل الشعر دائما ربما كنربطوها بلا فيتامين دي اللي غادي نناقشوها ان شاء الله خلال هذا الاسبوع معك، لكن يعني من بين المشاكل ربما اللي كتاثر لنا على الشعر ديالنا راه هي الاوميغا 3 والنقص ديالها. نعم اكيد، شوفي النقص ديال هاد الاوميغا 3 كيؤدي لمجموعه من يعني من الاعراض. كما قلنا جفاف الجلد وتساقط الشعر، يعني حتى الشعر يعني كيتاثر، حتى الالتهابات. نعم، يسبب الالتهابات بشكل يعني متكرر. هي عندها علاقه ب يعني بنقص الفيتامين، بنقص الحمض يعني الاساسي اللي هو الاوميغا 3. فهادو من الاعراض اللي تهوى يعني الالتهاب في الجسم، حتى زياده الوزن. احيانا كنلقاو ان ملي كنشوف النظام الغذائي ديال المريض كنلقاو انه نقص من الاوميغا 3، والاغلبيه الحقيقه ما كتقدرش توازن تاخذ ما يكفي من الاوميغا 3، لان دابا باش حنا ناخذوا ما يكفي من الاوميغا 3 كاين واحد التوازن خاصنا نديروه بين الاوميغا 6 والاوميغا 3. يعني كيكون الاوميغا 3 على الاوميغا 6 كيكونوا متوازنين. حنا دائما كنلقاو ان الناس كتاخذ الاوميغا
أوميغا 6 هي اللي كثيرة في الأغذية. علما أننا ما كنتكلموش عليها بزاف، دائما تنتكلموا على الأوميغا 3 ربما الأشهر، يعني دائما تنقولوا الأوميغا 3. نعم كنهضروا على الأوميغا 3 لأن هي اللي عندنا فيها المشكل، هي اللي قليلة في النظام الغذائي. الأوميغا 6 موجودة كاينة طبعا موجودة فهمتي، داك الشيء علاش ما كنهضروش عليها. إذا المشكل عندنا هو هذا التوازن بينهم بجوجهم، بين من الأوميغا 3 والأوميغا 6، وربما حتى التسويق ديالها ربما أكثر. يعني اليوم ولينا تنشوفوا الأوميغا 3 يعني يعني كتباع يعني على شكل كبسولات، يعني كاينه مثلا في لوفور تيقول لك مزيانه الأظافر، يعني حتى التسويق ديالها ربما أكثر من 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 غيرها. نعم لأن هي شوفي الأوميغا 3 هي اللي غادي نلقاوها كمكملات، انها الحاجه اللي ما كنلقاوهاش بزاف في النظام الغذائي اليومي. هي اللي غادي واللي في الجسم ما يقدرش ينتجها، فهي اللي غنلقاوها كمكملات. ونقول لك زعما حنا ما خصش يكون عندنا نهائيا نقص الاوميغا 3، خصوصا حنا المغاربه اللي عندنا واحد النظام غذائي اللي المفروض انه يكون غني طبيعيا بالاوميغا 3. صحيح، لان ملي غنقلبوا وغادي نشوفوا ان مثلا السردين راه فيه الاوميغا 3 وحتى السردين او كونسيرف فهمتي، يعني السردين اللي كونسيرف والناس ما الرسمه هنا ديال البواطه، لان هنا الناس احمي كتكون ماشي في محلها وغير دقيقه كتحرم الناس من مجموعه من الاغذيه اللي مهمه. مثلا البواطه ديال السردين هي كونسيرف نعم، ولكن كنشوفوا المساوئ يعني والمزايا والمزايا هي كونسيرف ولكن ما فيهاش مضافات. نعم هي راه كونسيرف غير بالطياب، وغادي تنفعنا غتعطينا البروتينات، غتعطينا الاوميغا 3 هذه اللي حنا كنهضروا عليها، غتعطينا واحد النسبه سهله الاسابيع من الكالسيوم. فعلاش انا ما غاديش ناكلها مجرد انها كونسيرف، خصوصا في المناطق اللي ما تيوصلش لهم السردين اللي تيكون فخي السمك اللي تيكون طري. فعلاش ما غاديش ناخذو؟ هي غتعطينا 130 غرام ديال يعني كتعطينا يعني نسبه مهمه، كتعطي واحد النسبه مهمه. نسبه مهمه من الاوميغا 3 مثلا. غير باش ناخذو واحد فصل 3 غرام ديال الاوميغا 3 فناخذو واحد 130 غرام ديال السردين اون كونسيرف. يلا علاش ما ناخذهاش؟ صحيح، وما نساوش باش نستافدوا من السردين او من اي يعني من المعلبات، خاصه حنا كنتكلموا على السمك، ما نساوش نتناولوا ديك الزويته اللي فيها السمك، يعني كتكون بطبيعه الحال حيت بزاف ديال الناس كيستعملوا السمك وتيلوحوا الزيت او ذاك الماء ديال اللي كيكون في البواط دو كونسيرف. فمن الاحسن وهذه بطبيعه الحال من خلال مجموعه من الدراسات الاخصائيين، وانت يعني تكلمنا معك في هذه النقطه عده مرات اسماء، الزيت ديال السمك دائما تنحافظوا عليه وتنتناولوه ما كنرميوش باش نستافدوا من الاوميغا 3 من مجموعه من الفيتامينات. وراه هذه ديال ان الناس كتلوح الزيت ديال السردين، فهي من الاشياء اللي كانت ناتجه عن النصائح الخاطئه. يقول لك حقا راه كيديروا واحد النوع ديال الزيت على الدي اللي كيديروه في يعني كيديروه زيت النخيل يقال، ماشي زيت النخيل، هو ماشي زيت النخيل، هما غيديروا حتى دارت هي معلومه مغلوطه خاطئه. نعم خاطئه، نعم ماشي زيت النخيل، ما كدار زيت النخيل، هو غادي يدار ولد صوجة مثلا ولا مهم زيت غشيني مصفى شنو ما بغى يكون راه بحال بحال ملي تيكون مصفى، يعني ماشي ما دايرينش زيت الزيتون. ملي تيدير تيقول لك حقا زيت العادي ما ناخذوش حقا ما مزيانش، ونساو ان راه الاوميغا 3 كدوز لهذاك الزيت وتيولي زيت لا باس به يا بنا نقولوا. فهذا الشيء اللي خص الناس يعني انها تعرف. فكما قلت لك يمكن لنا ناخذوا حتى هاد يعني بعض المصادر ديال الاوميغا 3 اللي عندنا حتى هي، بحال انا بعض المصادر ديال الاوميغا 3 النباتيه. نعم بحال لافوكا، لافوكا رائعة يعني مصدر جيد. عندنا بعد الأنواع ديال الزيوت بحال
زيت ديال الزري ككتان واللي لقيته في الاسواق يعني لقيته ماشي شي ما لقيتش زعما في شي بلاصه اللي اللي كاينه ماشي موجود ولكن كاين نعم يعني كاين عاوتاني كاين في يعني كاين كنلقاوه ايضا يعني كنحاول نقول لكم شي حاجه اللي موجوده هو زيت الكانولا ما عندناش حنايا ماشي كثيره المهم ناخذوا هاد مثلا زي الكتان عاوتاني ناخذها كما هي الا ما لقيناش الزيت ناخذوا يعني المصادر حيت كاينين بزاف ديال المصادر اما المصادر اللي هي نباتيه ولا المصادر اللي هي مصادر اللي هي بحريه اللي فيها فيها السردين فيها الطون فيها يعني صومو فيها لونغ يعني كاع الاسماك اللي هي الماكرو الماكرو ذاك اللي كتسمى كتسمى بالعاميه كبيله ولا الماكرو ولا الماكرو ما عرفتش في الحقيقه الاسم ديالو بالعربيه ولكن تا هو متوفر متوفر نعم عتيم هو مصدر ممتاز جدا يعني لهاد الاوميغا 3 نعم الى كليناه يعني بطريقه يعني متواصله ويعني منتظمه غادي يكون مسألة رائعه هذا الشيء يعني كله شتي حتى داك ارتفاع الدهون الثلاثيه نعم تهيب هذا المصل او داك النقص ديال الاوميغا خواص يسببها عندنا بعض المرات في ليبرتونسيون يعني التونسيون ميتيكا هو يكون نظام الغذائي فيه الأوميغا 3 نعم وهذا من طبيعة الحال تيدل على إلى نقص إلى نقصتنا شي حاجة من هذه الفيتامينات ومن هذه الأحماض الدهنية ممكن على المدى البعيد يكون عندها واحد تأثير سلبي على الجسم ديالنا فلذلك دائما نحاولوا نتجهوا نحو المصادر الطبيعية دائما نشوفوا شنو هو البديل ديال بعض الأشياء اللي ما كنتناولوهاش ربما عن اختيار أو عن مرض مزمن مثلا دائما نحاول نقلبوا على البدائل شكرا جزيلا لك أسماء زريول نتلقاو بك غدا بحول الله ما تنساوش بعد لحظة